ده بقى كده يا جماعه المحشي خلاص استوى اهوت، احنا بقى هنشيله علشان احط الفراخ مطرح المحشي. ده الورق بقى اللي انا كنت فرشاه في ارضيه الحل، شايفين الحله بسم الله ما شاء الله نازله بحله، محدش يقول لي بقى ده كانون وهيشيط والكلام ده كلته. شوفوا الحله نازله عامله ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد، الفيديو دوت يمكن مميز شويه. النهارده هنعمل روتين كامل في المكان الجديد، وان شاء الله طلع اضبح النهارده على اساس ان احنا بقى هنحشي هناك وهنعمل كل حاجه هناك، واتبعوا اليوم معانا كامل باذن الله. فمبدئيا كده ان شاء الله هنطلع نذبح النهارده على اساس ان احنا هنعمل فراخ ومحشي، وكل حاجه هتبقى باذن الله معاكم. تمام، يلا كده نسمي الله ونعمل كلاتنا لايك. عايزاكم تعملوا لايكات كتير عشان الفيديو ده ان شاء الله يتشاف ويوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نشوف الروتين بتاعنا، يلا بينا. دلوقتي كده احنا مسكنا ثلاث ديوك اهم، دول دلوقتي بقى ان شاء الله هذبحهم وهنزل انضفهم على اساس ان احنا ان شاء الله هنجهز مع بعض الغداء بتاعنا وهنعمل الروتين بتاعنا مع بعض. تمام، يلا بينا نذبح وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وده كده يا جماعه بقى الفراخ جهزت معايا اهيت، انا كده جهزتها ونقعتها في الليمون وفي الملح وسبتها كده هتتنقع فيهم شويه. تعالوا بقى ندور على الكرنبايه هنجهزها معانا، عشان طبعا انتوا عارفين المكان هناك يا دوبك هنعمل كانون صغير كده هنحشي فيه بس. هناك انا هاخد الكرنب بتاعي هسلقه هنا، هاخده متقطع ومرصوص جاهز وهنحشي هناك ان شاء الله. فدلوقتي كده بقى انا هسلق الكرنبايه بتاعتي، انا كده جهزت الميه السخنه اهيت عشان تبقى جاهزه معايا على طول. هحاول ان انا اخد كل حاجه جاهزه هناك، وكمان انا قليت هنا علشان تبقى التقليه جاهزه، عشان طبعا انتوا عارفين بقى ان مفيش ميه ولا في حاجه، فيا دوبك هروح بس ايه احشي واعلق على المحشي ونتغدى بقى. وبعد كده ان شاء الله هنشوف برده الطيور مع بعض ونشوف البيض هنجمعه، ولو في اي حاجه هناك هنعملها برده مع بعضنا. يعني هنحاول ان احنا ندي الروتين بتاعنا هناك معاكم. الكرنب اهيت زي ما انتم شايفين اهي دوبك كده الميه بدات ان هي تغلي اهيت، نجهزها على النار. بعد كده ان شاء الله هحاول ان انا اسوي الزفر على طول عشان ناخد كل حاجه جاهزه. دلوقتي بقى هنسلق الكرنب، الميه بدات تغلي معايا اهيت علشان طبعا اخدها بقى جاهزه معايا. دلوقتي بقى يا جماعه جهزنا الحاجه بتاعتنا اهيت، وجينا في المكان الجديد اللي انتم شايفينه دوت، وباذن الله هحشي دلوقتي بقى فيه. الورق اهوت انا قطعته سنة، انا طبعا هناك وانتم شفتوا معايا قطعته وجهزته علشان مش هعرف ان انا اسلقه هنا، عشان قلت لكم يعني الميه هنا يا دوبك كده بنجيبها على القد. غسلنا الرز بتاعنا، التقليه بتاعتنا جهزت اهيت، الحله بقى اللي احنا هنحشي فيها اهي. ما جبتش انا بصل بقى، رحت انا حاطه هنا ايه ورق، حطيت فيها ورق اخضر بقى مؤقتا كده. هنولع بقى الكانون، عمال نولع الكانون يكون احنا حشينا وخلصنا. فدلوقتي بس احنا هنحط الخضره بتاعتنا ونحط التقليه. التقليه دي انا عاملاها نيه في نيه يا جماعه، عشان انا ما بحبش الاكل المسبك، عشان محدش يقول لي التقليه عامله كده ليه. التقليه انا ما بحبهاش مسبكه يكون حمرا قوي، لا بحب الحاجه كده تكون نيه في نيه، بيبقى الاكل بتاعها صحي واحسن. نحط شويه ملح كده ونحط بقى البهارات بتاعتنا. انا جايبه البهارات وجايبه كل حاجه وعامله حساب، مقلبه كل البهارات على بعضها، كمون وكزبره وفلفل اسمر وكل حاجه، انا مقلبه كل حاجه على بعضها. ده كده حطينا البهارات بتاعتنا اهي، هنبدا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحشي. ده كده اهوت هنحشي بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين. انا كان ممكن ان انا احشي واجيب الحاجه جاهزه وانا جايه، بس انا حبيت ان انا احشي هنا معاكم. سلقت وعملت كل حاجه، بس يا دوبك الموضوع كله متوقف على الحشيه. خلوا بالكم يا جماعه انا بعمل كده يعتبر بس تغيير، يعني حتى انت لما بتروح من مكان لمكان وتحس ان انت بتعملي في حاجه كده، يعتبر انت يعني بتغيري جو، بتجددي حاجه، بتجددي حاجه في حياتك، بتحسسي عيالك ان هم بيغيروا جو، يعني بتبقى لها طعم تاني ولها معنى تاني.
زي ما انتوا شايفين كده احنا قاعدين كده في وسط المكان، المكان طبعا مقفول علينا، وفي وسط الطيور بتاعتنا، وهنقعد بقى نحشي كده ونولع الفرن، نولع قصدي الكانون، وهنسوي معاكم، وبرده هنشوي معاكم الفراخ كده على على الكانون برده. انا يعني مسوياها في البيت وكل حاجه، بس انا مش هقلاها بقى لفزات ولا حاجه، هنشويها، هنشويها على الكانون. بعد ما اخلص خالص هقوم بقى ايه، انا الورق الكرنب اللي احنا عاملاه دهوت الورق الاخضر قطعته كلته، وهقوم بقى اعلف الطيور معاكم. بس اما نخلص كده الحشيه ونولع الكانون بتاعنا هنقوم نعلف الطيور. خلي بالكم المحشي بتاع الكانون بيبقى له طعم خلاف خلاف البوتاجاز، يعني انت ما تسوي على الكانون او تسوي على حاجه بلدي بيبقى له طعم، يعني حتى في النفس، النفس بتاعه بيختلف تماما عن عن البوتاجاز. ده كده احنا بدأنا نخلص السطر الاولاني اهوت. ده كده يا جماعه خلصت حله المحشي، هي اي نعم حله صغيره بس حلوه يعني على قدنا. ده كده اخر سطر انا بحشي فيه، وخلاص اهي بنجهز بقى الكانون هنولعه. ده الكانون اهوت احنا بنجهزه، طبعا مش مبني ولا حاجه، هو قلبان توب بس كده يدوبك على من عم يقضي الغرض حاجه بس، يعني ايه تسوي المحشي. فهنولع بقى دلوقتي خلاص، انا كده يعتبر خلصت ده، بس كده بقى هنسوي بقى السطر ده معاكم وخلاص، ونقوم نعلق علشان انا هضعلف الطيور كمان، لان احنا بصراحه اتاخرنا على ما جينا، على ما قعدنا نجهز وكده، وكان الوقت اتاخر، وانتوا عارفين طبعا العصريه ضيقه، فالمفروض كنت اللي جيت قبل كده بكتير، بس يلا خير مش مشكله. احنا دلوقتي خلصت، انا خلصت يعني، انا بسوي بس قلت هسوي كده معاكم اخر ورقتين اللي هم هنسويه على بس اللي كانوا الميول. ده كده يا جماعه خلصنا، وده الشوربه بتاعتنا اهيت. هنسقي دلوقتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسقي. شوف بس كده بقى الاول، بس حاجه بسيطه كمان صغيره كده. ده طبعا الشوربه دي محدش يستغرب لانها بتاعت فراخ شمرت، يعني كانها مسمنه قوي بس مش مشكله لانها بتاعت فراخ شمرت. كده انا خلصت، هنقفل بقى ونروح نودي بقى على الكانون. تعالوا بقى يلا نحط على الكانون اهو زي ما انتم شايفين النار، بسم الله ما شاء الله ما فيش في ثواني هتبص تلاقيها ايه استوت، على ما تستوى كده وتاخد راحتها ونكون احنا علفنا الطيور مع بعض. يلا تعال. ده بقى الكرنب بتاع الكرنبايه اللي احنا حشيناها خرطناها زي ما انتم شايفين كده، ما نحطها للطيور بقى تاكل منها، يبقى احنا حشينا حشينا واكلنا الطيور. خلاص علفنا الطيور وخضرنا لهم، خضرنا لهم طبعا بياكلوا ما شاء الله، الطيور بتحب الخضره، يعني كل يوم العصر كده عندك اي حاجه، عندك بواقي بيت ارميها لهم. انا جايبه بقول البيت ورمت لهم الخضار، وكمان في رز وفي سمك وفي حاجات هنرميها لهم برده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى كده نشوف البط بتاعنا، اللي ده بط اللي انتم شايفينه قدامكم ده بط. لقيت بطتين اتنين نايمين، قصدي بيضين، لاني لقيت البيض مختلف عن بعضه، يعني هو لما في بط بيبيض بيبقى البط بتاع البيض بتاعه بيبقى كله اسطمبه واحده، انما البط دوت مختلف، يعني معنى كده ان في بطتين اتنين بيبيضوا. هما بيضوا على الحشيشه اللي انتم شايفينها الناشفه دهيت، فان شاء الله بقى هنجيب لهم اقفاص ونعمل له. لقيت الفراخ برده ما شاء الله بدات ان هي تعمل جحر اهيت، عامله جحر في قلب الحشيشه برده، وفي بط برده متبط تاني، بس احنا بقى مش هنلمه دلوقتي، انا هسيبه كده على بعضه مش هلمه. حتى لقيت في بيضه منقوره برده اهيت، ده انا هشيل عشان البط والفراخ ما يتعودوش على اكل البيض، هنشيلها. بصوا بقى يا جماعه احنا خلاص علفنا مع بعضنا وشفنا مع بعض كل حاجه، عايزه اقول لكم بس كلمتين اتنين حابه ان انا اوضح لكم، فيا ريت تكونوا انتم يعني ايه لسه معايا لغايه المقطع ده. انا عملت امبارح فيديو صغير كده فكنت بوضح لكم في كام نقطه كده، بس للاسف في ناس شافت يا دوبك اول دقيقه ولقيتها بتعلق بتقول لي ربنا يزيدك ومش عارف ايه،
هقول لكم على حاجه يعني كويس، وهقول لكم برضو انا زعلانه، لان يعني ده باين لي ان الناس بتخش يا دوبك بتشوف اول دقيقه من الفيديو بتخرج. بس انتوا لو كنتوا تابعتوا الفيديو للاخر كنت هتعرفهم انا عايزه اقول لكم ايه، او كنت اوضح لكم ايه. انا لما انا يعني عملت الفيديو بتاع البيت، ولما قلت لكم يا جماعه ما شاء الله الحته ونقلنا فيها الطيور ومش عارفه ايه، في ناس طبعا اتكلمت باسلوب كويس وما شاء الله يعني ايه، لقيت في كومنتات كويسه جدا بتفتح النفس، وفي كومنتات لقيتها بتقول فلوس اليوتيوب ظهرت مش عارف ايه الحاجات دي كلها. ولقيت برضو كنت انا عامله العنوان بقول لكم تعالوا شوفهم انا اشتريت ايه بفلوس اليوتيوب، لقيت في حد دخل قال لي طب انت مش كنت بتقولي الحته دي مش بتاعتي؟ وانا فعلا قلت لكم الحته يا جماعه في الاول خالص في اول فيديو، عشان برضو ابقى صراحه معاكم قلت لكم المكان ده مش بتاعي، يا دوبك انا عاملاه بس ايه كل اللي انا امتلكه في المكان دوت، الصاج اللي انا لفيته داير ما يدور، وشويه الطيور اللي انتوا شايفينهم في المكان ده. فلقيت حد بيقول لي طب مش انت قلت اول يوم ان هي مش بتاعتي؟ عموما يا ستي ربنا يزيدك، دي دلاله على ان هو ما فتحش الفيديو للاخر ولا شاف الفيديو ولا عارف انا عايزه اقول ايه. تمام، ده بس كان ردي، واللي انا خلاني عملت الفيديو دوت علشان الكومنتات اللي هي كانت دخلت كام كومنت كده، وكنت ظهرت لكم الكومنتات ديت على البتاع. بس للاسف لما لقيت الناس فاهمه غلط، ولقيت الناس عماله بتقول ربنا يزيدك مش عارف ايه، عرفت ان محدش بيتابع الفيديو للاخر، رحت مكنسلاه على اساس ان هم اصلا ما عرفوش او ما فهموش انا عايزه اقول ايه. تمام كده، فعلشان ما نطولش عليكم بقى تعالوا بقى نشوف الاكل بتاعنا او المحشي بتاعنا استوى ولا لا، يلا بينا. تعالوا بقى كده اما نفتح ونشوف المحشي عمل ايه. بسم الله ما شاء الله بدأ يغلي اهوت. هو اي نعم بقى الحلقة تسود شويه بس مش مشكله يعني. تعالوا بقى كده يا جماعه نشوف يلا المحشي عمل ايه. ما شاء الله الريحه طالعه بجد يعني، شايفين شايفين البخار وشايفين الريحه ده يا جماعه. بقى المحشي بتاعنا اهوت طلع بسم الله ما شاء الله. انا حطيته على نار هاديه، نزلت قلبان طوب علشان يبقى منه كده للفحم، واسيبه بقى يلدن كمان شويه. والفراخ حطيته على شبكه تانيه اهيت تحت الفحم على اساس ان هي برده تحمر كده وتغير لون. شايفين انا كنت مديالها برده ايه يعني مسويها شويه هناك قبل ما اجي، بس انا قلت بدل ما نحمر في الزيت وكده نقوم حاطينها على الفحم زي ما انتم شايفين كده تحمر لوحدها. ده كده احنا قلبنا الفراخ يا جماعه زي ما انتم شايفين، يعني انا قلبتها وان شاء الله برده لما تحمر من تحت برده هرجع اقلبها تاني علشان تغير لون احمر اكتر من كده. بس بصراحه نفسها وطعمها اكنها مشويه على الفحم، يعني بسم الله ما شاء الله اكنك انت شويه على الفحم مش مسلوقه ولا حاجه، لان طبعا الدهن اللي فيه ده كله تو بينزل وبيحمر بعضها كده وبيصفرها. المحشي كده بسم الله ما شاء الله بقى زي العسل، ويدوبك لسه في حبه شوربه كده صغيرين هنسيبه يلدن كمان شويه على ما عمل الفراخ تاخد لون. ده بقى كده يا جماعه المحشي خلاص استوى اهوت، احنا بقى هنشيله علشان احط الفراخ مطرح المحشي. تعالوا بقى كده اما نشيل، وده كده يا جماعه الفراخ زي ما انتم شايفين خدت اللون الدهب الجميل اللي انتم شايفينه دوت، اكنها فراخ مشويه بالظبط بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى كده يلا نشيل الفراخ كده مع بعض اهي، يكفي عليها قوي كده. ما شاء الله اهو اكنها فراخ مشويه. دي بقى النار لسه مسهرجه اهي زي ما انتم شايفين، ممكن تشوي عليها بطاطا، ممكن تحط عليها شاي، نعمل شاي كده على ما نتغدى الحاجات دي كلها، وتبقى بسم الله ما شاء الله احلى يوم بقى ممكن تقضوه. تعالوا بقى نغرف كده المحشي مع بعض ونشوف المحشي عمل ايه. يلا بقى كده نغرف المحشي بتاعنا زي ما انتم شايفين، وتعالوا بقى نتغدى مع بعض اهو ونشوف عمل ايه. ده طبعا الموضوع دوت يمكن ما كنتش بتشوفوه من زمان، الغرفه دي اللي انتم شايفينها دي. هنشيل بس الحله علشان ما شاء الله الحله بقى شكلها عامل ازاي ما شاء الله شايفين. بصوا بقى هقول لكم على حاجه، ده الورق بقى اللي انا كنت فرشاه في ارضيه الحله، شايفين الحله بسم الله ما شاء الله نازله بحله، محدش يقول لي بقى ده كانون وهيشيط والكلام ده كلته. شوفوا الحله نازله عامله ازاي، مرصوصه رصه واحده كلت، حتى الورق اللي في الارضيه نزل كمان معاه. ده كده بقى انا كده جهزت المحشي بتاعنا اهوت للغدا، وشواني الفراخ، وهنغرف بقى الشوربه ونتغدى. تعالوا بقى كده يا جماعه اتغدوا معانا احلى اكله واحلى غدوه، وبالف هنا على قلوبكم يا رب.
اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم الروتين بتاعنا او الفيديو بتاعنا يا ريت تحطوا لايك للفيديو، واللي بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنظرونا بالفيديو الجاي باذن الله.